بجدد تحية لك من جديد كابتن هيثم السعيد، برحب بيك طبعا في البدايه وبكابتننا الكبار كابتن اسلام علي وكابتن سلعوه. انا معايا طبعا يمكن اخصائي العلاج الطبيعي طبعا دكتور اكرم محمد عبد الفتاح، واللي دير كبير جدا مع الجهاز الطبي بالتاكيد كابتن هيثم، لان الحقيقه الفتره اللي فاتت كان مجهود كبير جدا، عندنا اصابات وعندنا كانت لعيبه راجعه من الاصابات، فالحقيقه حابين نطمن معاه ونتكلم على اخبار فريق النادي الاهلي. برحب بيك طبعا يا دكتور وتحياتي كابتن اسلام علي وكابتن سلعوه الكبير وكابتن هيثم السعيد. اهلا وسهلا بحضرتك وقبل كابتن هيثم وكل الضيوف الكرام كابتن اسلام كابتن اسلام وكابتن سلعاوي العظماء في الاهلي طول عمري اللي بحبهم واللي اتشرفت اني اتعاملت معاهم كتير. انا هبدا معاك باخر حالتين، احنا شايفين الحقيقه يمكن سلعاوي وشايفين كمان محمد مصطفى مودي، والحقيقه يمكن دورهم كبير جدا الفتره اللي فاتت، وكل ما بنفتقد عنصر من عناصر اللعبه وتحديدا فريق النادي الاهلي بيبقى له تاثير. الدور اللي اتعمل معاهم ايه وجاهزيتهم ايه وممكن نشوفهم النهارده في الجيم ولا لا يا كابتن؟ ان شاء الله الحمد لله ان هم رجعوا في اسرع وقت ممكن يعتبر. كابتن محمد مصطفى كان اتصاب في يوم الخميس اللي فات، والحمد لله عرفنا ان احنا نرجعه تاني في الفتره قريبه جدا في ان احنا ننزله يوم الاثنين، وان شاء الله ان شاء الله هيبدا يلعب معانا النهارده وحسب رؤيه الجهاز الفني، بس ما شاء الله هو الوقت حاليا على اعلى مستوى. كابتن سلعاوي بعد اصابات مختلفه ودايما بندعي له بالشفاء، هو مجتهد جدا وتحمل على نفسه جدا الفتره اللي فاتت عشان يلحقنا في الماتشات الجايه، وان شاء الله تمنياتي ليه بان هو يبدا النهارده ببدايه خير عليه ان شاء الله ويكمل معانا للاخر بالمستوى المعهود ليه القديم اللي احنا عارفينه ان هو من كابتن من كباتن مصر وكباتن النادي الاهلي. يعني عندنا الجمال وعندنا عمر طارق وعندنا ايهاب امين، يمكن عدد ايضا كمان من اللعيبه وتحديدا ايهاب امين. ابدا معاك بايهاب، برده تجهيزه الفتره اللي فاتت كان في وقت قليل بيعود ليكوا وبيرجع كمان لاصرار اللاعب ومدى تحمله لان المباراه الصعبه مهمه جدا. كلمني على الثلاثي ده بالتحديد يا دكتور. هو بالنسبه للكابتن ايهاب امين هو كان عنده مشكله شرخه في صباعه، فالمشكله دي مستمره معاه لحد دلوقتي للاسف الشديد، ان هو لازم كل مره يتربى باسلوب معين، لازم يتاهل باسلوب معين. هو بصراحة بيتحمل على نفسه عشان خاطر الفريق طبعا، غير الماسك اللي هو بيلبسه عشان خاطر الكسر اللي عنده. عندنا كابتن الجمال عنده مشكلة دايما يعني مستمرة شوية معاه الفترة اللي فاتت في السمانة، وهو تحمل على نفسه الفترة اللي فاتت وما شاء الله عليه ربنا يحفظه، يعني جه على نفسه في التأهيل والكلام ده كله وإن شاء الله نلحق معانا. عندنا برضو كابتن أبو النصر، كابتن أبو النصر كان عنده سبرين أنكل خفيف جاله من يومين في التمرين وما شاء الله برضو تأهل معانا وظبطناه وهينزل النهارده كامل إن شاء الله. وطبعا عمر طارق من الناس اللي هي عندها سبرين أنكل بقاله فترة طويلة، لو الناس تفتكر في مباراة سموحة اللي هي كانت أصلا في اسكندرية، وراجل متحامل على نفسه وإحنا برضو معاه أول بأول وجلسات وتأهيل، والحمد لله ما شاء الله ان هو حاليا يعتبر جاهز تمام التمام ان هو ينزل الماتش ان شاء الله. لا انا والله بس كنت عايز احب ارسل رساله ان تمنيات الشفاء العاجل لكابتن طارق الغنام الانسان المحترم، والدكتور هيثم اللي هو زميلي اللي هو اصلا ماسك الدرجه الاولى، واحنا كلنا بنخدم الكيان، فانا جاي مكانه لحد ما يجي ان شاء الله بالسلامه، وتمنيات اليوم بالعاجل وتمنيات الاهلي كله ان شاء الله الدوري عندنا ان شاء الله هو والكاس. شكرا. بنشكر اكيد يعني اكيد الاخصائي العلاج الطبيعي للنادي الاهلي، وهاخد من كلامه كابتن هيثم يعني بنشوف ونسمع ان ايهاب حتى هذه اللحظه لسه الاصابه مستمره وبيربط وبينزل، ده بيرجع للقيمه الكبيره وروح النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي، هم دول الرجاله اللي بناكد عليهم في كل مره مهما كان الحمل ومهما كان التعب ومهما كان التحامل الكبير اللي بنشوف فيه لعيبه النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله باذن الله مباراه اليوم يكون ليها تاثير كبير، تركيز كبير، وان شاء الله تحسم للنادي الاهلي. عوده لك من جديد يا كابتن هيثم السعيد.